سو اليوم نهار الجمعة واليوم طلع على بالنا على الإفطار ناكل لحمة بعجين، فلأنه عم بعمل أنا كيتو كلاسيكي ما عندي، ما عاد اشتريت لا جبنة ولا سوفت تشيز ولا شيء، فحنروح هلا على السوبر ماركت حنكسر القاعدة اليوم وناكل كيتو عادي، وراح اجيب جبنة وطحين اللوز وكمان عايزين بيض، فهلا فرجيكم أنا بالصيف كيف بشتري البيض. عادة الفارمز او اللي بيربوا الدجاج بحطوا هون بيض، وانتو بس بتاخذوا البيض اللي بدكم اياه وبعدين بتحطوا المصاري هون. اوكي you need to be really careful with the eggs. Come here. Careful. بيت صاحبتي جاي شقلة على السمكات تبعولها لأنه اشتريتهم يومين قبل ما سافر، كانت خايفة عليهم. فرجيكم ياهم. على أساس ما في داعي طعميهم لأن في ديسبنسر هون، بس كله تمام ما في داعي للقلق. هلا بدي اطلع اشوف بركي بسئلة جنينتها لانه جو كتير شعوب، فزرعة محتاج شوية مي. فرجيكم ورداتها كتير حلوين. شوفوا هاي الوانها بتاخد العقل. هين أنا والبواب. أوكي نروح نبلش بالعشاء. سو هلا بدي استوي اللحمة، حطيت بصلة وسط وهلأ رح أفرمها بالفود بروسيسر. أوكي حطيت شوي صغيرة من البقدونس، حبتين بندورة صغار وحصين من الثوم، كمان رح أخلطهم سوا هلا مع بعض. 400 جرام من اللحم المفروم، بس تأكد انه هيدي الكمية العائلة كلها مش بس لشخصين، لأن ولادي كتير بحبوها على الطريقة الكيتونية. فتحطوا البهارات اللي بتحبوها انتو، انا رح احط بهار
اسود. احط ملح احط شوية قرفة احط شوية نمك وهلا رح زيد تشيلي فليكس او فلفل احمر هلا رح ارجع اوطيها شايفين هلا رح احطها على جنب وبلش بالعجينة هلا هون حطيت كبيتين ونص من الموزاريلا وكبيت وملعقتين كبار ونص من سوفت تشيز او الجبنه السايحه وراح احطهم بالمايكرويف لمده دقيقه بعد دقيقه خلطها شوي وبعدين برجع برجعها لمده دقيقه ثانيه بس لانه الكميه كثيره فبتاخذ وقت بعد دقيقتين طلعتها من المايكرويف وزدت كبيتين من الدقيق من دقيق اللوز وهلا رح خلطها منيح سوا وبعدين نزيد البيضة جيني صارت جاهزة جبت صينية ومدت عليها ورقة الورقة كتير مهمة مشان ما تلزق هلا حطها بالنص بليت ايدي مي وهلا رح مثل ما شايفين هلا مديتها على قد الصينية وهلا رح اعملها هيك بالشوكة وبدي احطها بالفرن لمدة 7 دقايق بالضبط اوكي وهيدي صارت جاهزة العجينة تقريبا فهلا رح احط اللحمة فوقها رح مدها هلا مديتها وراح احطها بالفرن لمده 15 دقيقه ثانيين لحتى تستوي اللحمه من فوق وبعدين فرجيكم النتيجه النهائيه اوكي هلا طلعتها من الفرن سو ما فينا نقصها بهي المرحله لانه الجبنه كثير سايحه بعدها بالعجينه فنتركها تبرد شوي لحتى تقسى شوي الجبنه وبعدين بقصها وبقدمها صباح الخير صرنا ثاني يوم عندي كم مشوار اليوم الصبح ولابسه ثياب الجيم وصرت جاهزه الجيم بعدين اعمل لي شي ساعه عم يجيني كثير استفسارات على الانستغرام شو عاملي لايديكي لحتى عم ينحفوا لحديت هلا مش عامله شي بالمره هن لحالهم اول شي بلشت احس بالتغيير وقت سويت التنظيف على الكيتو دايت وهلا على رمضان نحفو شوي اكثر بس طبعا بعد بدي فرجيكم شو جبت فانا من فتره اسبوعين كنت موصايه على هول هدول مثل الاكمام بحطوها على الزنود من فوق والهدف منها ان لما بتروحوا على الجيم او لو بتكون عم تعملوا رياضه بتخلي المنطقه تعرق اكثر فتحرق هو طبعا لما الواحد بروح على الجيم يمكن هي اقل منطقه بتعرق مشان هيك كتير صعب الواحد ينزل وزن فيها فبعد ما جربتها اليوم اول يوم رح جربها فانا اللي رح اعمله فانا عندي هذا الاويل ارغان اورجانيك من غانيه رح ادهنه على ايدي من فوق ورح البس الكمام بعدين ومشان بس يساعد شوي انه يحمى المنطقه وتعرق اكثر بس اللي حابب يجرب الطريقه رح جربها انا 30 نهار ورح اخذ مقاساتي ما اخذتهم الصبح نسيت بس رح اخذهم اليوم بس لارجع او بكره الصبح ورح قارن بعدين لشوف اذا صار في تغيير اخر الشهر مثل ما قلت انتم ما محتاجين انه نفس الكريم او شيء بس ممكن تستخدموا فيزلين
او احسن بيكون زيت جوز الهند، بس طبعا لانه انا برا البيت ما راح ادهن جوز زيت جوز الهند او فازلين، فحاستخدم هيدا. بس لما بكون عم بعمل رياضه بالبيت ممكن استخدم زيت جوز الهند، لانه هو اكثر شغله ممكن تخلي الجسم يعرق بسرعه. وكمان مش محتاجين تشتروا هول، ممكن تستخدموا الكلينج فيلم وتلفوه على ايديكم من بعد ما تحطوا زيت جوز الهند او الفازلين، وبيعطي نفس النتيجه ويمكن احسن، لان بخلي قد ما لفيتوها اكثر كل ما بتخلي المنطقه تعرق اكثر. حسب ما شفت انا دعايه هدول انه في ناس بتلبسها طول النهار تحت التياب او شيء، بس انا بس رح استخدمها وقت رياضه لانها شوي ضيقه فبتضايق يعني، فما رح يمشي الحال. بس anyway هيدا اللي رح جربه هلا خلال هيدا الشهر اللي جاي، واكيد بخبركم النتيجه. حلوين، خلصت الجيم هلا، سويت 30 دقيقه على الكروسفيت ماشين، وسويت تمارين البطن 10 دقائق، وسويت بلانك طلعوا أقل من دقيقة تقريبا 56 ثانية، بس بداية مش مشكلة. إيدي عرقوا شوي بس مش كتير، بس يمكن لأنه ما عملت تمارين أكتر، بس صراحة مش قادرة لأن صايمين ورمضان كتير كتير شوب. بدي أحكيكم على الخطوة اللي بعد العيد، لأنه شكلي بالعيد رح خبصها تخبيص غير شكل، لأنه عنا برنامج تقريبا كل يوم طول الأسبوع من نهار الثلاثة، يمكن العيد نهار الثلاثة لنهار الأحد كل يوم ظاهرين، فما بعرف قديش رح أقدر التزم، حقول انه رح خربها. بس عندي بلان لارجع فوت بالكيتو سيس مزبوط وبسرعة، بدي احكيكم عنها بالتفصيل. اللي بدي ساوي اسبوع بعد العيد بدي اعمل كارنيفور دايت، وهي دايت مشتقة من الكيتو، يعني هي كيتو بس كتير اكستريم، مشان هيك انا كنت عم بتفاداها كتير واتفادى احكي معها، مع انه سألت عنها كتير بس كنت عم حاول اتفاداها لانها طريقة مش كتير كتير صحية وما بتناسب كل الناس، فالواحد اللي بده يساويها بده ينتبه كتير. بس انا حسويها بس لاسبوع واحد لانه عارفة حالي رح اطلع من الكيتو لكم يوم، فبدي ارجع اخلي جسمي يفوت بسرعة بالكيتوسيس، عشان هيك بدي اساويها. بس رح احكي لكم بالتفصيل، اللي ما بيعرف شو هي الكارنيفور دايت رح احكيكم عنها بالتفصيل، بس بدي احطها بفيديو خاص مشان اللي حابب يعرف عنها دغري يلاقيها مش بفلوج. بس anyway بدي لكم باي هلا، وبدي انهي الفلوج هون، وبشوفكم بعتقد بكره لحتى نحكي بالخطوه اللي بعد العيد ان شاء الله. باي باي.